بعد نقولوا ما فماش التعليم الأمية عار على تونس أن يكون عدد الأميين والأميات حوالي نعم مليونين عار علينا. ومن بعد نقولوا علاش ما نجحوش في نسبة النجاح في القاصرين أضعف نسبة، ما بنت باش تخرج من المدرسة. الفساد اللي توجد في الفترة الماضية لابد من القضاء عليه من جذوره، يعني مش من قبيل الصدفة قولوا نسبة النجاح في القاصرين اللي اليوم صباحا حول الوضع أكثر من 180 تلميذ وتلميذة. لماذا الدولة لا توفر لهم النقل؟ معنى ذلك أنهم بنت كانت ستنقطع عن التعليم. الآن لما تجد يعني النقل العموم